عايز قرص، شيل القرص، عايز بس يعني حتة تلكة كده. لوكمية صح؟ أيوة لوكمية. حضري حضري في الحمام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القرف؟ ايه؟ الله، الواد ده بيمشي على ايديه ورجليه ولا ايه؟ تعالى في الكنيف احسن ما ينام جنبك. ليلتك سودة من اولها. يومين ويعدوا. ايوه ولا شريف. ابوي يخرب عقلك فيضان. ايه مين؟ خاله؟ ايوه حبيبي خالي. ايه اللي جابك عندنا؟ اهو لقيت نفسي مقصر في حق ولاد اختك يا خال. يعني انت عايز تخلص اللي شقتي ولا تقول تقعد يومين؟ تقعد يومين مع مين؟ هنا معاك عشان تشبع من خاله بقى يا واد. انا عايز اقعد لوحدي في الاوضه. ايوه حبيبي، حد يكره انه خاله حبيبي يقعد معاه كده ويبقى فرحان بيه بدل ما تقول الحمد لله على سلامتك؟ يا عمي بقى انت هتشحط. يلا بلاش السقفه بتاعت اهلك بقى دي. رخم اقوص. انا رخم بوشكاش. بوشكاش يلا صباح الخير، حضرت لك الفطار. قوم بقى. الله، امال فين الواد شريف؟ شريف يا شريف. شريف 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 يا محرزان كومودينو نايم. عايز ايه؟ معكش يا حبيبي سحر سن رفيع بتاع شاحن. شفت بقى انك رخم. خلاص نام. بدك البلا شبه البطريق، منك حيوان ولا منك بتطير؟ السلسلة هاني الغندور. هو المكان نفس الرسمه. حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ انتوا ارخص ولا عايز الدخيله؟ بيس يا مان بيس. بيس لو سمحت خلي دي في الامانات عندك. لا اسف جدا، انت مكت في التمرين ف هانيا. يا خبر ابيض، هانيا انت هانيا. انت لابسه ده فضحتني. بوشكش ستايل، بوشكش ستايل. طيب تعالى نتدرى كده في اي حته. نتدرى ليه واحنا هربانين من الطار ولا ايه؟ يعني تعالى نتدرى
نتمشى. والله فكره هايله، يعني عشان خاطر كمان التمشيه حلوه وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلوه ولا هي الفوره من كام؟ فوره ايه ده؟ تلعب كوتشينه؟ اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ اجري يا بوشكش. اجري؟ اجمل. لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري مش عارف ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شويه هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجله قدامي. ايه في ايه؟ ضربت ايه؟ رجلي اتلوت. رجلي اتلوت؟ اه. مين زعلها؟ الحقني زنني وشلني. الحقني زنني وشلني التلاته مع بعض؟ الحقني زنني وشلني. انا مش قادر انفع، مش قادر انفع، مش قادر اخد نفسي. انا نفسي هيتقطع يا حانيا. ايه اللي انت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني احنا هنفضل تحت رحمه الست دي لغايه ما تفتكر مين اللي كلمه بالتليفون؟ بعدين افرض انها مكالمه غراميه ولا اي قرف من نوعنا. يا رشدي بيه انا بجري ورا اي خيط يوصلنا للاسطوانه. انا هخلي الرجاله يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وانا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكش اخلص صفقه اللعيب الجديد. لعيب ايه وزفت ايه؟ انت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. خلاص يا فندم، بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. العربيات البايظه دي يعني؟ ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره، ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا ايه الرزق ده؟ ايه الرزق اللي عندكم ده؟ اي سوير ده؟ انا ذاكرت هما اللي مستقصديني. ما تكذبش عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليك. يا والله مذاكر والمصحف مذاكر وواخد جايزه احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظه واحده، انت كل يوم ايه؟ استاذ بوشكش زميلي في الجيم. ده مؤاخذه يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زباله قدام ضيوف، لكن حسابي معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملاهي بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايوه طبعا. والله واثق من زورك، اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي حضرتك، بس كنت بامن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه تبجيل واحتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم. هاي دود واتس اب مان، كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناة الأولى فيها بني آدمين عن دول يا مسرور. مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيلة دي ببقى عارف بالأشكال دي بيبقى سياف ليهم. سياف طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور. حاضر يا باشا. ده تسجيل كامل للحفلة من الكاميرا كنترول بتاعت الأوتيل. إيه؟ هتفرج على الحفله من اولها لاخرها؟ مشغل بس. ايوه جري شويه. ايوه زوم بقى. شوية وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وأنا باصص في عينيه.
وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجة. زلت الخروب الظل قبل ما يموت. وانا يعني انا مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف. استني 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 واحده. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ طب انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. عشان تقبروا وتلعبوا الماتش. تضحك عليه؟ لا بقى اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما نصفوا الترابيزه. بتقلوش ايه ده؟ هينزلوا يا دوب يرجعوا الماتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف النبي. بلاش انا بلاش انا انا بص خلينا انا العب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب فيك جول. تعمل ايه؟ اعرف يا عيني يا مجانين. يعني ايه ملاش شعر؟ قلبنا الشقه حته حته ما لقيناش فيها اي حاجه. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعه ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت تقطيع الارض. بس هو يفتح تليفونه فواي بقى. مش كل شويه هتقعدي تقولي ماما والوفاء والحاجات دي بقى؟ يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت خالص. لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت متخرطي بصله كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفه كده، او انت نايمه نزلت كده، او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الباترينه بتاعت الكبده اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد. يعني عينيكي انت ظالمه عينيكي كده. ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينسز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ ابو هتعضي. ماشي اقدي بايدي. الله. طب ومخبيهم ليه؟